السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة سلاش بوينت. والنهاردة هنعمل ملخص سريع لفيلم أكوامان علشان نكون مستعدين لأحداث الجزء الثاني. لكن قبل ما نبدأ ياريت تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، ويلا بينا على فيلمنا اللي بتبدأ أحداثه سنة 1985 مع حارس منارة اسمه توماس كيري اللي بيقدر ينقذ واحدة اسمها أتلانا، ودي تبقى ملكة أتلانتس، واللي بنعرف إنها هربانة من زواج مدبر من الملك أورفاكس حاكم أتلانتس. والاتنين بيتعرفوا على بعض وبتنشأ بينهم علاقة حب وبيتجوزوا وبيخلفوا ولد بيسموه آرثر. لكن أورفكس بيعرف مكان أتلانا وبيبعت جنود وراها، لكنها بتقدر تقتلهم، وبتضطر في النهاية انها ترجع تاني لأتلانتس علشان تحمي جوزها وابنها من أورفكس اللي خلاص مدام عرف مكانهم مش هيسيبهم. وأتلانا بتوعد توماس بانها ترجع تاني لما الوضع يكون آمن، وبتكلف المستشار بتاعها واللي اسمه فولكو بتدريب آرثر ابنها، وده بعد ما بنعرف ان عنده القدرة على التواصل مع الكائنات البحرية. وفولكو بيدربه على التحكم في قدراته، زي انه بيقدر يتكلم ويعوم تحت المية بسرعة خارقة، يقدر يشوف في الضلمة، وجسمه مهيئ لتحمل كل الظروف الجوية. واثناء تدريباتهم القتالية فولكو بيضطر يقول لارثر على الحقيقة، وهي ان والدته ماتت بعد ما تم التضحية بها لمخلوقات الترنش، وده لما اورفاكس عرف بانها خلفته. ومن هنا بتبدأ علاقة الكره بين ارثر وشعب أتلانتس. وبعد مرور سنة على أحداث فيلم الجاستس ليج واللي هسيب لك ملخص ليه في صندوق الوصف، بيوصل مجموعة من القراصنة بقيادة ديفيد كين وأبوه جيسي، وبيهجموا على أحد الغواصات الروسية وبيقتلوا القائد بتاعها وبياخدوا العمال اللي فيها كرهينة. لكن ساعتها بيوصل آرثر واللي الناس بتلقبه باسم أكوامان، وبيقتحم السفينة وبيضرب كل رجالة كين، وبيتقاتل بعدها معاه هو وأبوه، وبما إنه ميتا هيومن وجسمه قوي جدا وما بيأثرش فيه السكاكين ولا الرصاص، بيقدر يتغلب عليهم. وبيحصل بعدها انفجار في الغواصة بعد ما جيسي حاول يقتله، وبيتصاب بإصابة خطيرة، وأكوامان بيطلع بره الغواصة وما بيرضاش ينقذه، وجيسي بيموت بعد انفجار الغواصة. لكن ابنه بيقدر يهرب وبيتوعد آرثر بالانتقام منه. بنروح بعدها لأورون الحاكم الحالي لأتلانتس واللي هو ابن أورفكس وأتلانا، بيتقابل مع الملك زيبل واحد من حكام الممالك السبعة لأتلانتس، وأورم بيبقى عاوزه يوحدوا ممالكهم مع بعض ويضموا ليهم المملكتين الباقيين من الممالك السبعة، ويشن هجوم على سكان السطح بسبب إفسادهم للبحار والمحيطات بالنفايات بتاعتهم. لكن زيبل ما بيبقاش موافق في البداية، لأنه بيبقى عارف نية أورم في أنه عاوز يبقى سيد المحيط أو أوشن ماستر لما يوحد الأربع ممالك، لكنه بيوافق بعد ما بيتم مهاجمتهم عن طريق غواصة حربية وأورم بيقدر يدمرها. وزيبل ساعتها بيعرف خطورة البشر عليهم، لكننا بنكتشف ان ده كان سيناريو مدبر من أورم علشان يخلي زيبل ينضم ليه. والغواصة اللي هجمتهم كان بيقودها ديفيد كين، وأورم بعدها بيرد على الهجوم ده وبيبعت اول رسالة تحذير لسكان السطح بعاصفة بحرية كبيرة مليانة بالنفايات البشرية، والاخبار كلها بتتكلم عن العاصفة وبيقولوا انها ظاهرة طبيعية. لكن واحد من العلماء وهو الدكتور ستيفن شين بيبقى مقتنع بانها من أتلانتس، لكن محدش بيبقى مصدقه لان مفيش حد بيبقى مصدق بوجود مملكة أتلانتس، بالرغم من ان في واحد عايش وسطهم زي أكوامان. وبسبب العاصفة توماس كيري بيبقى على وشك الموت، لكن بتوصل ميرا ابنة الملك زيبو وخطيبة أورب، وبتقدر تنقذه بسبب قدرتها على التحكم في المياه. ولما أرثر بيشوف اللي حصل وخطورة أورم على سكان السطح بيضطر انه يروح معاها لأتلانتس، وبيقدروا يمروا من بوابات المملكة، وده لان ميرا معاها جواز مرور دبلوماسي وتقدر تروح اي مكان بدون تفتيش. وبيقابلوا بعدها فولكو في مكان مهجور، وارثر بيعرف منه ان السبيل الوحيد لوقف الحرب اللي عاوز يعملها اورم هي بانه ياخد مكانه الشرعي كحاكم اتلانتس بما انه الابن الاكبر لاتلانا، ولكن لانه جاي من السطح ومحدش يعرفه في اتلانتس فمفيش حد هيتقبله كملك ليهم ولا هياخدوه بجدية. وفولكو ساعتها بيقوله انهم هيتقبلوه كملك ليهم لو قدر يحصل على الرمح الذهبي للملك أتلان، وده رمح مصنوع من معدن بوسيديون واللي قدر بيه الملك أتلان يوحد الممالك السبعة، وده لما كانوا لسه موجودين على السطح قبل ما تغرق الحضارة بتاعتهم تحت المية والممالك السبعة تتفرق. وفولكو بيوريله قطعة أثرية فيها رسالة أخيرة من الملك أتلان عن مكان الرمح، لكن التكنولوجيا الخاصة بالقطعة بتكون قديمة ومش عارفين يفتحوها، والحل الوحيد إنهم يروحوا للمكان اللي اتعمل فيه الرمح، وهي المملكة المهجورة واللي اسمها مملكة الديزرت
الفينيكس أو الصحراويين. لكن في الوقت ده جنود أورون بتوصل وفولك وميرا بيهربوا قبل ما يشوفوهم، والجنود بتتقاتل مع آرثر وبيقدروا يسيطروا عليه، وبعدها بيتقابل مع أورون اللي بيلومه إنه السبب في وفاة أمهم وبيستفزه لحد ما بيقودوا لقتال بينهم في حلقة النار اللي لو آرثر فاز فيها أورون هيوقف كل إجراءات الحرب بتاعته على السطح، لكن لو آرثر اتهزم فهيموت. وطبعا بما إن أورون عاش حياته كلها تحت المية في أتلانتس واتدرب على كل أنواع القتال وخبرته أعلى، فالأفضلية بتكون ليه وبيقدر إنه يهزم آرثر. وقبل ما بيجي يقتله ميرا بتهاجمه وبتاخد آرثر في السفينة بتاعتها وبيهربوا، وأورون وجنوده بيطردوهم لكنهم بيفشلوا في القبض عليهم. وآرثر وميرا بيقدروا يوصلوا لمملكة الديزرتس وبينجحوا في فتح الرسالة اللي بتوجههم لمدينة صقلية في إيطاليا، وهناك بيقدروا يعرفوا المكان اللي موجود فيه الرمح. لكن بيتم مهاجمتهم عن طريق ديفيد كين واللي بقى اسمه بلاك مانتا، بعد ما أورون جهزه بأحدث الأسلحة في أتلانتس، وبيبقى معاه مجموعة من جنود الكوماندوس الخاصة بأورون، وبيحصل قتال كبير جدا بينهم، ومانتا بيصيب آرثر بإصابات خطيرة، لكن آرثر بينجح في النهاية في هزيمته وبيقع مانتا في البحر. أما أورون فبيعرف إن فولكو كان بيساعد آرثر وبيدربه من وهو صغير علشان ياخد العرش منه وبيحبسه، وبيروح بعدها على المملكة التالتة وهي مملكة الفيشرمن أو الصيادين، وبيقتل الملك بتاعها وبيجبر بنته على الانضمام ليه بعد ما أبوها كان رافض. وبكده أورون بقى معاه 3 ممالك وفضل له مملكة واحدة، ويلقب بالأوشن ماستر سيد المحيط، ويملك أكبر قوة عسكرية على الكوكب. أما ميرا وآرثر فبيمروا أثناء طريقهم للرمح على واحدة من الممالك السبعة، وهي مملكة الترينش اللي المخلوقات بتاعتها مخلوقات مفترسة ومنبوذة، ودول اللي قتلوا أطلانا بعد ما تم التضحية بها ليهم عن طريق أورفكس. والترينش بيهاجموا المركب، لكن الاتنين بيقدروا يهربوا وبيقعوا في ثقب دودي بيوصلهم لمكان مهجور في مركز الأرض، وهناك آرثر بيكتشف إن أمه لسه عايشة وإنها قدرت تهرب من الترينش زمان زي ما هم هربوا واتحبست في المكان ده. بعدها بتقول لآرثر على مكان الرمح لأن ده السبيل الوحيد لخروجهم من المكان، وهناك بيواجه حارس الرمح وهو كائن أسطوري اسمه كراثن، اللي لما بيكتشف ان آرثر عنده القدرة الفريدة من نوعها وهي التواصل مع الكائنات البحرية وبيقدر يتكلم معاه زي الملك أطلان، فبيديله الفرصة اللي ما ادهاش لأي حد قبله وهي تحرير الرمح من ايد الهيكل بتاع الملك أطلان. وبالفعل آرثر بيقدر يحرر الرمح وبيكتسب قدرة السيطرة على البحار السبعة وكل الكائنات البحرية. اما أورون في الوقت ده بيتوجه لآخر مملكة وهي مملكة البراين او الماء المالح، واللي لما يسيطر عليها ساعتها يلقب بالأوشن ماستر، لكنهم بيرفضوا وبيحصل قتال بينهم. وقبل ما أورون يقتل القائد بتاعهم بيظهر أكوامان وهو بيقود مخلوق الكراثن وبيدمر القوات بتاعت أورون وبيسيطر عليهم والكل بيخضع ليه. وميرا بتقول لآرثر انه لو عايز يهزم أورون يبقى لازم المرة دي يقتله في البيئة بتاعته وهي السطح. وبالفعل آرثر بيقود أورون للقتال معاه وبينجح في هزيمته وبيكسر الرمح بتاعه، لكنه ما بيرضاش يقتله، لكن أورون بيطلبه بقتله، فوالدته ساعتها بتظهر وبتوقف القتال بينهم، وأورون بيبقى مصدوم لما بيعرف إنها لسه عايشة، وبعدها بيتم القبض عليه وبينصب آرثر كحاكم لأتلانتس، وبترجع أتلانا لجوزها توماس مرة تانية. وفي آخر مشهد في الفيلم بيتم إنقاذ بلاك مانتا عن طريق الدكتور ستيفن شن، ومانتا بيعقد معاه صفقة وهي إنه هيساعده في إثبات نظرياته عن وجود شعب أتلانتس مقابل إنه يساعده في الوصول لأكوامان. وبيخلص الفيلم على كده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. اشوفكم ان شاء الله الحلقة الجاية. سلام.